سلام الاميرات أريدتي الفنات المنورين لي الحياه نتمنى تكونوا بخير الغزاله ديالي توحشكم بلا قياس ايوا البنات اللي مازال ما, ما شافش الجديد اللي حطيته قبل قليل في القناه ديالي الثانيه يمشي يشوفه الجديد ديال القصه ديال زينب زينب اللي كانت لقيها مشكل مع مرت اللي مرت كانت معفونه وكانت جالسه عندها في الدار وعطاتها بيت النعاس اكيد غتكونوا عاقلين عن هذيك القصه وبزاف فيكم باغي يعرف بالضبط اشنو وقع فيها مهم راني حطيت الجديد بجميع التفاصيل ديالو كنخلي لكم الرابط ديالو في اول تعليق المهم القناه سميت قصص شهرزاد. حسول، منزش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في القصة ديالنا. سميتي فوزية واليوم ما جيت نعاود لكم على واحد المصيبه كحله درتها بيديا كنتمنى تسمعوا قصتي من الاول حتى للتالي وتقولوا لي بالضبط اشنو ندير ندمت البنات ندمت ندمت رجعت بيا الوقت ما عمرني نديرها بالحق هادشي القصة من الله المهم البنات باش تفهموني غادي نبدا لكم القصه من هادي واحد العامين وبالضبط نهار اللي بنت خالتي في نفس المدينه اللي كنت ساكنه فيها انا انا كنت فرحانه بزاف حيت واخيرا وحده من العائله غاتجي وتسكن حدايا والمهم من هذا الشي كامل ان هذيك بنت خالتي بالضبط كانت عزيزه عليا بزاف فرحت بها والنهار اللي تزوجت كبرت بها هي ودرت لهم كبيره كنت طايره بالفرحه من نهار نهاري بديت كنمشي عندها للدار نخرج انا وياها نوريها المدينه نوريها السوق منين تقدم منين تدخل وتخرج حطيت عليها الراس وحطت عليا الراس انا كنت مزوجة قبل منها من ب 14 عام كانوا عندي بنياتي وكنت عايشه بخير وعلى خير راجلي مسك عليه الله شي شويه مبرعني ومنقص عليا حتى شي حاجه وحتى هي كان مسك عليها الله وراجلها يعني خدام مزيان يعني. الحصول هي هذيك تصاحبنا حطينا الراس على بعدياتنا ولينا كنخرجوا بجوج وكندخلوا بجوج دايرين يعني كيف الحلاقه ديالي ديالها وديالها ديالي فاش كتجي عندي للدار وتلقاني مرونه كتعاونني وتوقف معايا وحتى انا فاش هي كتكون مرونه كنمشي إلى الا جاو عندي الضياف والعائلة راجلي هي الاولى اللي كنلقاها في جنبي وحتى هي الا جاو عندها الضياف نوقف معها خاصها شي حاجه لما عندي ليها خاصها الفراش حيت كانت يلاه مزوجه نوصلو ولاد للدار ما كنتش كنتحاسب معاها علاقتي معاها كانت مثاليه بلا قياس كلشي في العائله كان كيحسدنا حتى في الوقت اللي كنا كنبغيو نمشيو عند والدينا كنمشيو في نفس الفتره وما كناش كنتفارقوا على بعضياتنا يعني تقريبا كنت معاها ليل ونهار ايوا الحصول وما فيه حتى لهنا كانت الامور كامله غاديه مزيان هذيك آه مرت آه هديك بنت خالتي كانت حملات انا في هذيك الوقيته بنياتي بداو كيكبروا آه كنت هكا غدا معاهم ها اللي كتقرا ها في الحضانه بقينا بقينا حتى لواحد النهار كانت عندي هذيك بنت خالتي في الدار كنا جالسين ناشطين حتى ضربات تقريبا شي 3 العشيه دقت عليا واحد جارتي وقالت لي كنجمعوا فلوس القرعه انا كنت دايره معاهم القرعه وفي راس كل شهر كانت كتدور عندنا هذيك السيده وكنعطيوها الفلوس انا الفلوس كنت حطاهم في البسطام والبسطام كان في الكوزينه اي الكوزينا الكوزينه هزيت الفلوس كيف ما هما ومديتهم لهذيك السيده هذيك السيده هزات هذوك الفلوس ما حسباتهمش حسابيناتنا الثقه اي ونزلت لدارها جات تقلبهم لقات ناقصي منهم مية درهم طلعت عندي كتجري ما كيفاش تقولها ليا المهم دخلات قالت لي واش حسبتي الفلوس ما حسبتيش الفلوس قلت لها آه راني حسبتهم في البستان قلت لي آه والله ما عرفت كيفاش وقع واش طاحت ليا آه شي حاجه واش قلت لها دابا شنو كاين قلت لي القسم درهم ناقصه انا ما كتبش عليكم هذيك جارتي ماشي ديال الملاغه و انسانه داخله سوق راسها و انتقي الله مييمكن زعما تجي وتقول لي انا غسل الفلوس و تكون هي إيه هزاهم اكيد هذيك المية درهم غادي تكون طارت إيه لي يا مثلا طاحت ليا يا شي حاجه ايوا دخلت قلبت انا في الدار قلبت في البلاكار فين كانوا محطوطين الفلوس قبل ما نديرهم في البسطاب المهم قلبت هكا في الدار ما بانش لي 100 درهم من بعد كنت مشيت للبلاكار ديال راجلي فين كان كيحط الفلوس سلّيت واحد ال درهم و خرجتها ليها و لها هاكي و ليا قالت لي لا قلت لها شوف راه نقدر نكون انا اللي غلطت انا ندمت راسي حيت قلت الوقت اللي نعطيها الفلوس كان خصني نحسبهم بس صافي نحيدو الشك باليقين المهم السيده نزلات وحنا زدينا الموضوع بنت خالتي كانت حاضره لهذا الشيء وحتى هي ناضت وقلبت معايا على هذوك الفلوس وما لقينا منهم والو داز هذا النهار موراه بواحد الخمس ايام راجلي كان كيقلب في الفلوس اللي كيحط في الدار ولقا ان 500 درهم كامله ناقصه عيطت لي هذيك الساعه وقال لي واش هزيتي شي حاجه من هنا قلت له اه هزيت 200 درهم 100 درهم ديال القرعه و100 درهم كنت خديتها واحد النهار باش صرفت قال لي شوف راه ناقصه 500 درهم انا ما في كلامو له لا راه يمكن غير غلطتي في الحساب ولا هزيتي شي حاجه ونسيتيها قال لي شوفي ناقصه هنايا 300 درهم يعني من غير هذيك الميتين درهم اللي هزيتي قال لي انا ماكد 200% وانا يلا حسبت الفلوس هذه واحد العشريه مهم انا هاد الهضره ديالو ما ديت ما جبت فيها قلت يمكن السيد غلط يمكن هادي يمكن هادي وتسد على الموضوع في هذيك الوقيته الحاصل من مورا هادشي كامل اللي وقع بواحد العشرين يوم تقريبا فواحد نهار كنا جالسين في الدار وكان جات بنت خالتي عندي مهم جمعين ضاحكين خرجت انا وياها كنا مشينا لواحد القصريه انا خاصني باش نشري مهم مشيت انا وسيدا وصلنا عند مول موتوب جيت نحل البسطام لقيت ناقصة فيه سبعين درهم انا ثم صافي درت بيا الدنيا كنقول أوي شكون اللي قرب ليا البسطامي وانا غير قبيله قلبت الفلوس وحسبتهم وعرفت ان ما ناقصه حتى شي حاجه هذاك البسطام قلبتوه عند مول مول التوب هزيت ساكي قلبته رجعت للطوموبيل قلبت فيها والو ما كاينش الحس ديال هداك الصريف صافي انا تما دارت بيا الدنيا قلت شكون اللي هز لي كان بديت كنتكر 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 زعما ياك ما هزيت شي فلوس ياك ما جبتي تقضيه لقيت راسي ما جبت لا تقضيه لا والو كنفكر شكولي كان شكون اللي كان معايا ما كان حتى شي واحد غريب بنياتي وهذيك وهذيك مرت هذيك بنت خالتي هي اللي كاينه يعني ما كاين حتى شي واحد براني ما غنقولش لكم انني ما شكيتش فيها شكيت فيها ودورت السينته ورديتها اللور وبديت كنذكر كاع هادشي اللي وقع ولقيت ان فيما كنلقى ان شي حاجه ناقصاني في الفلوس كتكون هذيك بنت خالتي كاينه عندي في الدار المهم بينت والو كز قالت للسيد غير سمح لي حتى نجيب الفلوس من الدار نقصت هي وقالت لي شحال خاصك قلت لها خاصني 50 جبدات خمسين من مصطامها وعطاتها ليه صافي كنا جمعنا هذاك الشيء خدينا داك التاو رجعنا في حالتنا للدار أه دخلنا مشيت للبلاكار نيشان بغيت جبت خمسين درهم بغيت نعطيها ليها قالت لي لا والله ما ناخذها واش حنا بيناتنا صافي هي تحلف وانا نحلف شفت حتى عييت نعلت الشيطان ورديت هذيك ال50 درهم في بلاصه راح اسول داز هذاك النهار وانا ضربت الطم فحال حتى شي حاجه مواقعة. ما واقعه استغفر الله العظيم ميمكن كان زعما هي اللي تكون كتهز السيده ما ناقصه حتى شي خير راجلها مسك عليه الله وانا كنعرفها كنعرفوا انه ممنقص منقص عليها والو هي اصلا ما خسها والو علاش غادي تجي وتهز لي انا مئة درهم ولا 200 درهم كاع يعني ما مهم دوزنا هذاك النهار من موراها عاوتاني كانت تهزوا ليا شي صرف من الكوزينه من بعد كانت تهز فلوس من ساكي من بعد كانت تهز شي تخربيق من الماريو مهم هذاك الشيء بدا كيتكرر وهذاك شي بدا كيبسال وبدا كي كيبان صافي انا وليت كنشك فيها وتم بديت كنحاول انها فين تجي عندي نبقى جالسه معاها ماشي بحال قبل كنخليها تاخذ راحتها يعني وليس كان يقول انها هي اللي كتشفر ما كانتش عارفه بالضبط علاش كتشفر ولكن قلت يمكن يمكن السيده مولفه الشفره يمكن, يمكن 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 الله اعلم حصلوا ما فيه بقينا هكاك انا في كتجي عندي السيدة كمقام قام راقباها واخا هكاك الفلوس مرة مرة كانوا كيتهزو كل مرة مني كيتهزو مرة كيتهز القليل ومرة كيتهز الكثير وحتى من راجلي ولا كيلاحظ انه في ما كيحط شي حاجة كيتنقص منها فاش كيجي سولني الله يسمح لي ما كنش كان قدر. انني نقول لي هرا بنت خالتي ما كنش راضية كنت بغى منها ولكن ما عنديش كيفاش كنت كي كنقولو انا لي كنهز كيسولني كنقولو انا لي هزيت كيشوف حتى كيعيا وكيسكت لان ما عندهم يدير يعني كنقول له صرفت بهم جبت بهم البوطه حقه مشات شريت الديسير وانا ما شريت شي حاجه مره مية درهم مره خمسين درهم مره سبعين درهم مره ميتين درهم مره 300 درهم كل مره وشنو بقينا هكاك بقينا هكاك حتى النهار اللي هذيك بنت خالتي كانت ولدات وكانوا جاوا العائلة وفرحنا بهم حتى انا كنت عرضت عليهم في الدار وقفت معاها واخا هادشي كامل اللي قلت لكم غمضت عينيا وقلت معليش ما باغا نشرحها وكنت كنحاول انني نتسل ماشي غنقول لكم لا ولكن بغيت نتسل بطريقه اللي ما تبان حتى شي حاجه صافي كنا كنا دوزنا هذيك المناسبه من موراها كان العرس ديال واحد ولد خالي وكان عارض علينا كاملين مشينا العربية وتم في غادي يوقع المشكل اللي جايه ندوي عليه المهم هذاك العرس داز غزال وكل شيء الغد ليه واحد خالتي مع الصباح كتقلب في على واحد السرتله اللي ما ديالهاش كانت واخدها غير من عند واحد السيده من عائله الراجل ديالها ما كتلقاهاش صافي هذيك خالتي كانت باغا تسطا وتحماق كتقلب تقلب تقلب قلبات ثلاثه فين كانت ناعسه قلبات 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 حنا كاملين كنقلبوا حوايجنا هذيك السرتله وما كاينش ما بيش ليها لا طار ما كايناش شكون هز السرتله شكون هز السرتله شكون اللي معانا جينا كان ظروف جنابنا ما لقينا معانا حتى شي واحد براني غير مالين الدار يعني غير حنايا بنات الخالات ولاد الخالات يعني بنات فهمتي غير العائله العائله فقط ما كاين حتى شي واحد نقولو الجيران ولا هذا في البيت ما كان ناعس حد وفي الدار يعني الناس تفرتكو في العرس كان كنقولو ليها واش البارح بالليل آه عاقله انك حيت من ديك وحطيتها في الصاك كتقول اه انا عاقله دخلت بها لهاد البيت ايوا صافي تما كل شيء بدا كيشوف شكون اللي هز هذيك السرتله لهاديك خالتي شكون اللي هز السرتله شكون اللي هز السرتله شكون لي هز السرتله انا ما كنبش عليكم تما اول وحده طاحت لي في بالي هي هذيك بنت خالتي انا قلت يديها خفيفه و 200% هي اللي غادي تكون هزت هذيك السرتله معرفتش كيفاش نضت ومشيت عند واحد خالتي وحده اخرى ماشي اللي واقع عليها المشكل وماشي مات هذيك وحده اخرى قلت لها شوفها خالتي انا غنقول لك واحد الهضره ولكن تبقى بيني وبينك قالت لي شنو هي قلت لها شوفي قلت لها انا فلانه من النهار اللي جات سكنت عندي من اجت حدايا وانا كنحس ان الفلوس كينقصوا كل مره شنو كيتسل مره مية درهم مره خمسين درهم مره ميتين درهم كان هادشي كامل ما نكذبش عليك كنت مغمض علي عينيا وكنقول ماشي مشكل ولكن هانتي كتشوفي خالتي مسكينه ما فحالهاش وسرت لا ما ديالهاش انا ما نكذبش عليك ماشي مأكدة ولكن شاكه بزاف خالتي بقات غير تشوفو مصدومه ما عارفه اسما قلت لي والمعمول تلو شوفها خالتي انا جيت قلتها ليك غير باش نمشي قلبي لا حويجه الا كانت فعلا هي اللي هزاها هزيها بشي طريقه اللي ما وردي الاخرى سرتلتها وصافي نسدو الموضوع هنا قلت لي واخا المهم انا خليتها ومشيت وعند بالي هذيك خالتي بعقلها صح طلعت برهوشه ايوا كيف تزعزعت من حداها بدات كدور والهضره اللي قلت ليها وصلتها للناس كاملين قلت لهم فلانه شفاره وهي دات سرتله وراه شفرات الفلانه الفلوس وراه تشكات ليا منها وراه 100% هي اللي هزت داكشي ايوا ما جات فين تكمل حتى ساحة المكانه مقاده كل شيء ساق الخبر الهضره اللي قلت لهاديك خالتي لان شيء كيقول شيء وكل واحد كيقول لواحد لو الهضره يقولي عندك تقول الاخر يمشي يقول على اخر يقولي عندك تقول حتى كل شيء ساق الخبر دارت الهضره حتى كانت وصلت لخدس هذيك بنت خالتي فاش وصلت لها كانت باغا تندب حناك ها. جات كتغوت وكتجذب وقالت لك علاش تتهم اختي اختها ناضت ما فاهمه والو شنو كاين ما كاين قالت ليها راه لك انت اللي هزت السرتله اويلي وين انا اللي هزت السرتله شكون اللي قال هاد الهضره قالت ليها قالتها فلانه عليا انا قالت لك فلانه قالت انتي اللي هزت السرتله وشافتك حتى هزيتيها وراه هذوك هذوك الفلوس راه راه قالت لنا ان الفلوس كتهزوا لها من دارها وراه انت اللي هزيتيهم السيده بدات كتبكي وكتشتب وكتحلف بالله وكتقول انها ما هزات حتى شي حاجه وهاد الهضره كامله كذوب فهاديك الوقيته جبدت باليز جبدت حوايجها وكتشتت فيهم قدامنا وكتقول لهم ها انا قلبوني لقيتو عندي شي حاجه ديروا اللي بغيتو حصل هي هذيك بداو كيسكتو فيها انا ضربتها بنكره قلت لها هاد الهضره ما كايناش هذيك خالتي بقات غير كتشوف مهم انا هذيك النهار ما قدرش نكملو معاهم حيت صافي قوات الهضره والصداع هذيك خالتي مات هذيك بنت خالتي بقى فيها الحال مهم ترون هذيك العرس لدرجه هذيك مولات السرتله ولات غير سكتو ما بقى خاصني لا سرت لا جوج صافي روناها انا كنت رجعت في حالاتي وهي كانت رجعت في حالتها ومن هذيك النهار ما عمرها ما زالت واسمعايا ولا دويس معاها كل واحد شد ثقارو العائله كامله تفرتكات الخوالات بيناتهم ما بقاوش كيدويو خاصه مي وهذيك خالتي اللي عاوت ليها امه هاتيك يعني هما كل وحده كديو مع خالاتي الاخرين ولكن هما بيناتهم ما كيهضروش لان مي آه انا اللي خرجت الهضره هذيك خالتي هي اللي كانت نوضات هذيك القرباله هذيك بنت خالتي ما بقى فيها الحال على بنتها ومن حقها يبقى فيها الحال حتى لهذيك اللحظه انا ما مسوقه لهذا الشيء كامل ما نكذبش عليكم ونقول لكم ما بقاش فيها الحال كتبقى فيا الحال من خالتي ولكن كنشوف حتى كنحيا وكنقول فمي اللي دارها ليا اش داني اصلا نهضر كون غير ضربتها بسقله وصافي ايوا ولكن كنقول هي اللي دارتها راسها وهي ليش شفرات يعني هي اللي حطات راسها في هذا الموقف كنت متاكده مليار في أن انها هي اللي كانت كتسرقني الله يعلم هي لي زادت سرت لا ولا لا ما عرفش. ولكن بالنسبه للفلوس اللي كانوا كيتهزوا من عندي من الدار انا كنت مأكده ان هي اللي كتهزهم حتى النهار اللي كنت غير انا وبنيتي في الدار ولقيت بستامي نقصوا منه الفلوس انا في هذيك الفتره ما بقيتش كاع كنرد البال هذيك المره لان الفلوس اللي كنت خديت من عند واحد من الحانوت كانوا محسوبين وباينين مهم فاش لقيت الفلوس ناقصين ما حضرت ما تكلمت ما بينت حتى شي حاجه ولكن عرفت ان اللي ضربني غير يديا وماشي البراني ثم صافي تاكدت ان وحده في بناتي ولا راجل الله اعلم المهم شي واحد في الدار هو اللي كيهز ليا الفلوس انا ما بغيت نقول والو حتى نتاكد وهذاك الشيء ضربتها بصقلا مهم من هديك النهار وليت كنرد البال كنحط البلايص الفلوس هكا حدا التلفازه تحت من حوايجي في بستامي. كان كنحسبهم وكل مره مره كنطلع عليهم داس واحد 3 ايام حتى لقيت تحت من حوايجي تسلو منهم شي فلوس صافي تما الشعر ديال بصح وعرفت وحده في بناتي هما اللي كيسرقوا تليتهم حتى من المدرسه كيف دخلوا هزيت ليهم شكايرهم وبديت كنقلب فيهم باش نعرف شي وحده وزاد عليها شي حاجه وحده لقيت شكارتها عاديه والثانيه لقيت عندها اقلام ماشي ديالها لقيت عندها بيموات الغشاء ديال البيموات الغشاء ديال الشكلات الغالي ولقيت عندها واحد لاستيكات وفي واحد الجيب لقيت شي صريف ولكن قليل صافي تما فيها فيه العافيه وكنت عرفتها هي اللي هزات انا بنتي ما حرمها من والو ولكن ماشي لديك الدرجه وهداك البيموات والشكلاط ماشي انا اللي شريتهم اذا مني جبت الفلوس دخلتها هالبيت وصديت عليا انا وياها والكابلي قلت لها وحده من الزوج يا غتهضري وتكلمي يا اليوم نزوق والديك مهم السيده في الاول ما كانش باغا تهضر بقات كتقول مالك ما مالك وديرها فيها هبيله وعبيطه الخطير في الامر ان هاد البنت اللي كندوي لكم عليها عندها سبع سنين صغيره قلت له دابا غادي تقولي ليا شكون اللي كيهز الفلوس قالت اش من الفلوس اش من فلوس دايره راسها ما كتفهمش وقلت لها الفلوس اللي تهزو من البسطام واللي تهزو من الماريو واللي تهزو من هنايا واللي تهزو من, من هنا واللي تهزو من هنا قلت لها انا شتك بعيني انك انت اللي هزيتهم انا بغيتك دابا غير تقري المهم في الاول ما بغاش الشكر كون مزيان من بعد السيده قرات وقالت لي انا اللي هزيتهم قلت كيفاش انت اللي هزيتهم اشنو كديري بهم اشنو ناقصك قالت لي ما عرفتش ماما انا غير هزيتهم انا غير هادي انا غير هادي انا صافي تما دارت بيا الدنيا و وكيتي ماشي هما الفلوس اولا بنتي كيتي في هذيك بنت خالتي اللي ظلمتها بنت خالتي اللي تامتها بشي حاجه اللي ما ديعلهاش. مهم هذيك الساعه جلسه قلت لها دابا غتزولي شنو كديري بهم قالت لي لا راه كنشري غير الشوكولا راه هذه راه هذه راه هذه صافي شعلت فيها العافيه تسنيت بها حتى جا قلت له هذاك الشيء وقع الغد اللي في الصباح مشينا للمدرسه مشينا عند الاستاذه ديالها دي قلنا لها اشنو كتلاحظي على هاد البنت قالت لي البنت الله يعمرها دار درويشه ما كدير والو قلت لها واش عمرت شي حاجه تهزات لكم من القاسم قالت لي ما عمرت شي حاجه تهزات صافي تما عاودت الاستاذة كلشي الاستاذة بدات كتعزل ولد بولد كتسول فيهم تما قالوا ليها الدراري ان بنتي كتجي معها الفلوس وهو ما كيشوفوا هادشي وقالت كيفاش كيحط هاد دائما كطلب هذيك المساعده اللي في ترونسبور وكتقولها يلاه معايا الحانوت الحانوت كان حدا المؤسسه قالت لك ما كتخلي ما تشري هزيت راسي ومشيت عند ذاك المساعدة وقلت لها واش بصح هادشي قالت لي اه وقلت علاش ما قلتي, والو. قلتي قلت لي والو قالت لي انا ما قلتش قلت راه يمكن انت كتعطيها قلت فاش انا كنعطيها واش غنعطيها 100 درهم قالت لي انا قلت لنتي اللي كتعطيها حيت داكشي ماشي دائما يعني مره شحال كتجيبها زاد ما دخلش ليا الشك هي فاش كنمشي للحانوت كتاخد شي حاجه بزاف منها فاش كنقول ليها علاش خديتي هادشي كتقول لي ماما كتقول لي شري الدراري اللي معاك في القاسم قلت لي انا قلت يمكن صداقه يمكن الله اعلم قلت لي انا ما والو صافي انا تما كنت عرفت ان البنت هي اللي كتشفر ليا دويت مع المؤسسه المؤسسه قالوا لي ما معاها والو الوليدات فهاد العمر راه كيوقع ليهم هاد الشي. هذيك المديره قالت لي شوفي راه بزاف البنات والولاد دازوا عندنا من المدرسه بحال هكا حنا غنحاولوا اننا البنت نفهموها ان هاد الشيء اللي كدير ما خاصوش يدار وحسن ما تبينيش ليها ان زعما راح كدير شي حاجه اللي كبيره بزاف حاولي تشرحي ليها وتقولي لها ان هذا الشيء راه ما كيدارتش هكا انا تما راه كانت على فيا العافيه وكنت مع ولادك البنت خلي عشتها وما نعرف شنو ندير ليها مهم هي هذيك خرجنا من تما با قال لي غير غير تهدني هادشي كيوقع مع البنيات على انتيا ما عقلتيش راسك انك كنتي كتشفري فاش كنتي صغيره قلت له اولا ما كنتش كنشفر وثانيا حتى كاع الا شفرت غنشفر درهم جوج دراهم ثلاثه ماشي مية درهم و70 درهم و200 درهم و300 درهم بزاف ها على 100 درهم صافي قال لي يسري يسري حنا نحاولو معاها نحصلوا ما فيه هذه هي القصه وعاودت لكم كيف ما هي انا ما نكذبش عليكم هادشي الشي كامل اللي دارت لي يا بنتي نقدر نغمض علي عينيا وكيف ما قالت الاستاذه ديالها والمديره ان شاء الله يكون خير و... و... ومشي معاها حتى لطبيب نفساني انا اللي اليوم جيت ندوي لكم عليه هو هذيك بنت خالتي اللي ظلمتها بنت خالتي اللي شكيت فيها انها هي اللي كتهز بنت خالتي اللي اتهمتها بالسرقه بنت خالتي اللي شوهتها مع العائله اللي كلشي بدا كيهضر عليها وكلشي كان طيق كلامي حتى انا قلت لهم هي كانت كتهز ليا كل شيء دير في بالو انها هي اللي كتهز الترتله باش نمشي عند العائله ونقول لهم راه بنتي اللي كتشفار ماشي هي جاتني شويه ثقيله وفي نفس الوقت كنحس بتانيب بالضمير راه النعاس والله ما بقيت كنشوف باغا نمشي عند اليوم قبل من غدا باغا نعتذر منها واخا عارفه انها تقدر تسمح ليا وتقدر لا لي وحتى حتى ما سمحتش ليا عندها الحق ونميم ما يمكن ليا لا نهضر لا نتكلم غير هو ما عرفتش كيفاش ندير بغيت شي طريقه لنقدر نقدر انني نوصل ليهم ان السيده انا ما كانت كتهز ليا والو ما عرفت كيفاش غادي ندير ليها ما عرفتش البنات ما عرفتش انا ندمت 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 وما عرفت ما ندير هذاك الشيء علاش اليوم جيت نعاود لكم قصتي وبغيتكم تنصحوني وتقولوا لي كيفاش غادي ندير في هذه الحريره هذه الحريره اللي حرتها بيديا بالنسبه لهذيك السرتله راه باقي لحد الان ما تلقاتش انت العرس ما كانتش يعني هذيك السرتله غيكون يكون شي واحد من العائله نيت حيت ما كانش البراني ولكن شكون الله اعلم دابا المشكل ان هذيك اللي هز السرتله سلات وحلات في بنت خالتي اللي ما ليها حتى شي المهم كنتمنى انكم تنصحوني وتقولوا لي شنو غندير في هذا الشيء حصل هنا سالات القصه ما تنساوش خليو الاراء والتعليق ديالكم صاحبه القصه وما تنساونيش طبعا من التعليق زوينه ديالكم ما بقى ليا الا نقول لكم احبابي ما تخيش بكم نتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده السلام عليكم